بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، عاوة وعوات ثلاثة تاريخ الهجرة يكون بيغان تهي تضوبدا بشا موليد كن أفر بغل أفرتين الليح أنا وافق يسوع سجال كا بيش السجالات لبدأ كل لبعضني أفرت عنال كان أفردنا إن أن كلام الرحمن أهدينه أني سنو ولال كان صلاح الدين عبد الله أكوجيري ودي أبي نمدي جمع ده أنسو ده فينا دلوينها مرايك إنك وحين ولا أن الله نحريستو القرآن كانوا آخر دوننا حرف حرف ألا هو عفيو كتاب يسنا مديك الله قصيو جنة الفردوس الأعلى أنا الله قصي آمين. الله هو بشارة أبريج سنة روضة من رياض الجنة الله هو قد يقو وحسوق بغابي القرآن الكريم كاس أولادي ودوني دو وقت غي أولاد وحي كمديهين وحا أدمين الله وقت اقتو ايها قدت أنفعي كمدي نديكو منك سنادان سي صوبانه عليه الصلاة والسلام ونوش يا غي ونيري ابن آدم كوردن عمل كي سوقا إلا سدح غفوض مهانه سدح لاس غفوض وحي قليهين وصوبانه نيري قف علم نافع الدنيا دو تختو علم اخر جرتي سي شيخ انا شاء من حد وكالي علماء الله ميد كهو كالي اما معلمين تي تختو كالي ايه قران كي دسك برين اما علم كي برين لسي اخر هاي لسي ودو اما قف صدقه جاريه مساجد وقفتي اما قال اي قضي اسيس اي صدقه ستي اسي اسعدا اما سا ولد وناكسنو قبل اما ويلي الدنيا دو تختي اسو مركز سو حصا هو قران ونيسان هو صدقوا بحين مساجد وحضره marka awladan alaaha barakeeyo ducada waalidkana waxa waa alaahu anfaco qur'aankaas ayaan u hadiyeyna aabana alaahu una xariisan leenahay dadaashiisan ilaahay nama fidnaayo qur'aanul kariim caawa waxaan lisaankiisa u barakeysaynaa macalim cuhmaan xuseen axmed oo ku magac dheer macalim cuhmaan bulakiti qur'aanul kariim waxaa iska dhib badan yahay waana iska sami badan yahay waxaa noo waardiyahaya macalim maxamed cali maxamed ام علي فضي سنكون مقع دار فليتفضل مشكورا مهجورا معلم عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا غير لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا
كما آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مزدحون الله يستهزئ بهم ويبدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركه في ظلمات لا يبصرون بكم عميا فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما جاء فيه وإذا أظلم عليهم ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وتوجدكم من دون الله كنتم صادقين فإن لم تقروا واعتبروا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عند وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنتم به متشابها ولهم فيها أزواج مدهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يظهر مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويردعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم سوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تدور وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقل بدأ ذلك لبعض عدو ولكم في الأرض فزغر ومتاع لآله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبي أهدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا قتلى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تجتنوا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فانتهوا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وزعتم الحق وأنتم تظلمون. أقيموا الصلاة وتنصرون أنفسكم وأنتم تكفرون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم نفس عن شيء ولا تقبل منها جفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإن نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون البحر فأنجيناكم ونجانا فرعون وأهله أجمعين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم الحجة من بعده وأنتم ظالمون. فعفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ أتينا موسى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك
قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جلدا وَقُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس ما جاب اصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الدور خذوا ما بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا من الدجة الخاسرين جعلنا نكالا لما بين يديها أن تذبوا ومن أدامان فتتخذنا هزرا قال أعوذ بالله أمدون من الجاهلين فادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بغرة إنها بغرة
لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا جية فيها نفسان فدارتم فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أما يحرفون من بعد ما أقلوا وهم يظنون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشروا به ثم لا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أهدا سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم من ديرهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان فإن يأتوكم أسارى تبدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب فلا هم ينصرون ولقد آتينا
من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس أفكم ما جاءكم رسول بما لا تحوى مصدق لما معهم وكانوا من قبل يسبحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم والفلم فتقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم الإجل بكفرهم والبسم ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله من الذين أشركوا يود أحد لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه أن يعمر فالله بصير بما يعملون ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على وملائكته ورسله وجبريل وميكا فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا صدق لما معهم نبل بليغ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم أنهم لا يرحمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا يظلمون من الجنة. المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يتنزل من عبده من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آياتنا وننسأها نأتي بخير من الله. السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاتوب الله حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماليهم قل هذا برهانك بكم تمسادم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون يذكر فيها اسمه وسامي رابيا أولئك ما كان لهم أن يقولوها إلا خائفين في الدنيا خيرنا في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله إن الله وإذا غضى فإنما يقول له قام فيقول. وقال الذين لا يعلمون لولا
يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون أرسلناك برب بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ولئن اتبعت هواك من الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون أنعمت عليكم وعليكم فضلكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا أهل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون إبراهيم ربه بكلمات كاتم إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين واجعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر غادر من كفر فأمتيه قليلا ثم أنذره إلى عذاب النار وبئس المصير إذ يرفع إبراهيم القواعد ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا خلاصك لا رتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ملة إبراهيم إلا ما سفيها نفسه ولقد تبايناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم ولا أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبت
تنا ونصانة تتدى والبرملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين إلا لا نفرق بين أحد منهم بدا لا نسلمون وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا والأسباط كنودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما قدم شهادة يده بالله أم الله بغافل أم الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء كان من رسالك في طريق نريجت من أريجه وعلى الآل من هم
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحباب تعاوى وحي قرآن ميزتي صلاح الدين عبد الله الله حريستو إن شاء الله تعالى سيشغلنا نون شاقة هدايا إن شاء الله تعالى قرآن ميزتنا ثواب كي كسوح سري مهديسي ثواب كي كسوح سري مهديسي إن شاء الله تعالى وحنفو ريجيها دعوة سفا من دعوها وقاس كينا إن شاء الله مع الإسمان فلا تفضل الله أقبله الله أجيبه صلى الله محمد على كثر شمله العديس على كثر شمله الدون كان رشالي صلاح الدين عبد الله هو هبينك جمع لك وكير يولي ودن كاس الله كثوابي انت القرآن كي أخر السي الله أقبله أولاديسه الحمد لله وحي منطقة عنا أسوني يستنيني كلام القرآن كلام الله أي أخر يعني الله أقبله وأخرني أجل الله نقصيه أصدقنا منطقة عنا قبل يسى روضة من هذا الجنة على روضة حفرة من حفر النار الله ككري روضة عشيزة لأينا ما في النار ولديسة بارئ الله كده سعادة واسعة الله كده تطكع يدق يدينك الله بركة وقال ليس كايا عفية بشي بركة سنير ومولود أنكجرناه الحمد لله ونبقى إن الله وصص عليه بشوق الشيء إيه لدي المي إيه الحمد لله روح الله خير إيه بسوء مرين أنا كان الله نوافجيه، إبادير الله نوافجيه، إبادير الله نوافجيه، القرآن ما جتني الله ككبو، حق جزء الله نعافيه، الله بلا نوكري، قلت الله كعافيه، على من تيني، اللي جوتيه دعاء الله نوافجيه، ترى متى الله نحرسه، بريدين اللي جوتيه دعاء الله نوافجيه، ترى متى الله نحرسه، على سكايا عافيه، أبى الله ولا، الله ولا، على حسن أرجع نسوق لقابي، على كلام راكيس الله سهل، راكيس الله سهل، أولادي سبارة الله كده، سقدي سواس الله كده. انت ان كبدر هو الهر ابو صفدي امين وكان جاي نوايه ابو صفدي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ما لحبيب سوى محمد خير رسول النبي المكرم يا رب صل محمد خير الرسول النبي المكرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أفنه ثم به تهيا يا رب صل الخلائق من جهنم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القريب بلد المعظم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مغرب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لما على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم جبريل قال له تقدم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل